إلى ذلك أكد وزير الرياضة الأمير عبد العزيز بن تركي أن إعلان المملكة نية الترشح لاستضافة كأس العالم 2034 يعتبر خطوة مهمة، وأن الإعلان يشكل تجسيدا حقيقيا لمسيرة النجاح التي تشهدها المملكة والتزامها في تطوير مختلف الرياضات، وتحرص من خلال نيتها ترشح الاستضافة لكأس العالم على توفير تجربة غير مسبوقة في أنحاء العالم. أضاف وزير الرياضة يقول إن المملكة رسخت خلال الأعوام الماضية مكانتها العالمية عبر ما شهدته من نهضة على الأصعدة كافة، وهو ما انعكس على النقلة النوعية للقطاع الرياضي.